تعتبر زيارة الأربعين أكبر تجمع سلمي في العالم، حيث يتوافد الناس من جميع أقطار الأرض لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. يا إماما للسماء سيدي رف اللواء. وقد تمت الإشارة إلى أن عدد الزائرين يتجاوز 20 مليون زائر كل عام. إن إحياء الزيارة الأربعينية بهذه الجموع المليونية قد حير العالم أجمع، فكيف استطاع رجل قتل قبل 1400 عام تقريبا أن يحيا بهذه الطريقة؟ كيف يحزن الناس عليه بتلك اللوعة الشديدة؟ يا إمامي يا حبيبي ليس في الحب كلام. يقول عالم الاجتماع الفيلسوف الأوروبي توماس ماساريك: على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح، إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين عليه السلام. هذه الحماسة والحرارة والحزن على الإمام الحسين عليه السلام ما هي إلا قطرة في قبال بحر إيثاره العظيم وتضحياته الجسام.